قلت لحضرتك ان هي سهله جدا وصعبه جدا. بتعرف تعمل حركه؟ اقف هنا. ايه يعني؟ اقف هنا. هيعمل حركه. وريني. تتشقلب ولا ايه؟ اوبا عجله. اوبا جمباز. انت بتلعب جمباز. سقفه سقفه كبيره لعلي. مين هيسقف لعلي؟ حلو قوي الحركه دي. انا عايز اتعلمها، ممكن تعلمهاني؟ وريني. طب هتعلمها ازاي؟ ايوه. واو. وعايزه اتعلمها. طب ينفع اعملها؟ اعمل ايه طيب؟ قول لي اعمل ايه عشان اتعلمها؟ افرغ الامر تعمل كده. اعمل كده؟ اوكي. اعمل كده. اوكي. واو. قرينا عليك احنا. تفتكري لو عملتها ينفع؟ تعالوا نشوف كابتن خالد هيعرف يعملها ولا لا؟ ها. برافو كابتن خالد. عملتها. شفت سهله ازاي؟ شاطر. بس انا عايزه اقول لاصحابنا اللي شايفيننا يا علي ان مش اي حد يعمل اي حركه غير لما يتدرب عليها الاول. انتوا عارفين بيتمرنوا عليها ازاي؟ كابتن خالد طبعا اتدرب وبيدرب عليها اصلا، وعلي اتدرب عليها، بس اصحابنا اللي في البيت مش اي حد يعملها. اتفقنا؟ مش اي حد يعملها غير لما يتدرب الاول. ممكن تعمل حاجه ثانيه. ايه تاني يا علي؟ اوبا شقلباز. انت بتعمل شقلباز علي؟ انت بتتدرب ايه؟ جمباز. جمباز؟ بتتدرب جمباز؟ برافو عليك. برافو عليك. حلو قوي. انا عايزه اشترك. عايزه تشتركي في الجمباز؟ تشتركي في الجمباز. اول ما نخلص نروح انا وانت. على فكره اعتقد الجمباز ده اكتر رياضه يعني كويسه جدا للجسم، وبعد كده بتهيئ الجسم ان هو يلعب اي نوع تاني من انواع الرياضه. لو عايزين تلعبوا سباحه او تنس او اي حاجه ثانيه. في ثلاث رياضات اساسيين لازم الاطفال يدخلوها. ايه هي؟ اول رياضه رياضه الجمباز. ثاني رياضه السباحه. ثالث رياضه العاب القوه اللي هي الجري والجامب والحاجات دي كلها. الجري من العاب القوه؟ اه. فاهم؟ اللي هو العدو ال 100 متر وال 200 متر، العاب القوه مش رفع الاثقال. اه، ما العاب القوه بالنسبه لي العاب، لا العاب القوه اللي هي جري المضمار اللي هو. ايوه ايوه. الجله والجامب والحاجات دي كلها، دي اسمها العاب القوه.